مشاهدينا الكرام، بأعيد الترحيب على حضراتكم مرة تانية. لما بنيجي نتكلم على قضية تغير المناخ، واحدة من التحديات الكبيرة اللي بيخشاها العالم كله الحقيقة هو تحدي الأمن الغذائي. لو بنتكلم على منطقة الشرق، بلاد الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، فمتوقع أنه 80% منها يحصل فيها حالة خلل جسيم في الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ. تقديرات البنك الدولي بتتكلم بصفة عامة ان في 75 مليون شخص من هنا لنهاية هذا العام مهددين بسبب قضية تغير المناخ، انه يدخلوا في مرحلة الفقر الشديد ويبقى في الامن الغذائي لديهم مهدد. خليني اقول لحضراتكم كمان، من سنة 1961 الفاو بتقول انه فقدنا الانتاجية الزراعية قلت بنسبة 21% بسبب تغير المناخ. اللي احنا بنشوفه بشكل اوضح واصعب دلوقتي، مش لو هنقارن من سنة 61، اذا من هنا ل 2030 ايه اللي ممكن يحصل مع تفاقم تحدي تغير المناخ، مع الزيادة السكانية اللي بتحصل في هذا العالم، فبالتالي الاستهلاك بيكون اعلى. الزيادة السكانية والاستهلاك اللي خلوا الفاو بتقول انه محتاجين 60% زيادة في الانتاجية الزراعية، فما بالنا بان هي بتقل بسبب تحدي تغير المناخ. ايه هي الرؤية؟ ايه حجم التحدي؟ خلونا نعرف من ضيفي العزيز دكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا لمنظمه الاغذيه والزراعه الامم المتحده الفاو. دكتور عبد الحكيم، برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. هل هناك اي تدقيق في ما يخص الارقام التي طرحناها في المقدمة؟ لا، الارقام تقريبا صحيحه، وان كان تاتي من مصادر مختلفه بين البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الفاو. طبعا هي منظمات الأمم المتحدة الموكل لها من ضمن منظومة الأمم المتحدة إصدار المؤشرات الشهرية المتعلقة بالأمن الغذائي ومراقبة مستوى قدرة الدول لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الجوع. نعم، وإذا تطرقنا إلى آخر تقرير، يعني أرجو أن يعني تاخذنا في تفاصيله وما حجم التحدي الذي نعيشه الآن. أنا هرجع بيك نقطة لورا قبل كوفيد-19، قبل الجائحة. قبل الجائحة تحذر الفاو العالم إلى أن العالم وخصوصا المنطقة الأفريقية والعربية ليستا على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع زيرو هانجر بسنة 2030. يعني احنا من قبل كورونا بنقول أن احنا مش هنوصل للهدف ده في سنة 2030. دخلت كورونا وتراجعنا كم سنة، والآن مع التغيرات الجيوسياسية اللي كان لها تأثير كبير جدا على الأمن الغذائي، مع حدة التغيرات المناخية، ندرة الموارد المائية، أصبح الآن في أيضا تغير في السياسات الاستراتيجية للدول فيما يتعلق بالأمن الغذائي. الدول الآن اللي كانت مستندة بشكل كبير على ثقة في منظومة التجارة العالمية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال سلاسل الامداد وسهوله سلاسل الامداد وقبول الاسعار معقوله فيما يتعلق بالشحن والنقل، طبعا اهتزت الثقه اصبحت غير موجوده اصلا، لان دول مثل الهند اوقفت التصدير بالكامل، اللي هي كانت قد تكون بديل كبير جدا لكثير من الدول المعتمده على الاستيراد. فاصبحت الدول الان تتجه الى استغلال الموارد الداخليه التي قد تكون مهدده بزياده الضغط عليها مع زياده التغيرات المناخيه، منها مثل مورد المياه. احنا مورد المياه بنتعامل معاه بحذر شديد منذ عقود من الزمن، والان قد نتج الى مبدا الاكتفاء الذاتي نتيجه ضروره توفير السلع الغذائيه على حساب الموارد المائيه التي قد تقصر من عمر الموارد المائيه المتاحه. نعم نعم، يعني اذا حجم التحدي زاد عن التقديرات اللي حضراتكم اشرتوا اليها ما قبل كوفيد. الآن بعد كوفيد ومشاكل الاقتصاد وسلاسل الإمداد ثم الحرب الأوكرانية، إيه رؤية حضراتكم من هنا لحد 2030؟ أنا هتكلم بأكثر صراحة. التزام الدول الكبرى في تمويل الآثار والأضرار الناجمة عن تغير مناخي قد لا يجد تسارع في الفترة القادمة. كان هناك اتفاق، وكوب 27 هو أحد الكوبس المركزة على التنفيذ وتحقيق هذا الالتزام فيما يتعلق باللوس اند دامج الفاقد والضرر وتعويض الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية مع التزامها، ولكن الظروف الجيوسياسية فرضت قيود كبيرة جدا على هذه الدول التي ربما تجد صعوبة وتحدي كبير في زيادة التمويل. نعم، ولا نتوقع، نحن الآن نراقب عن كثب
مساهمات منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي في دعم الاحتياجات الغذاء السريعة والعاجلة في الصومال واليمن وكثير من الدول الأخرى التي تمر بأزمات، ونجد هناك صعوبة في التمويل المالي التي تعطي مؤشرات سلبية تجاه ما يتوقع أن يحصل من التزامات ناحية التمويل. نعم. وبالتالي هذا سيلقي بعبء كبير جدا على الدول في وضع سياسات داخلية من خلال مواردها الداخلية لتحقيق الأمن الغذائي. طيب يعني مش عايزين نتكلم على التحديات بس، أكيد هناك فرص. طبعا. إيه الرؤية اللي ممكن تخلينا نخرج من عنق الزجاجة في هذا الإطار فيما يخص الأمن الغذائي؟ الفرصة الأولى هو التسارع في موضوع الابتكارات، لأنه لا يمكن اليوم تحقيق الإنتاج الغذائي المطلوب مع ما أشرت إليه من زيادة عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء بالموارد المتاحة حاليا. ما لم ندخل بعض الابتكارات والتقنيات الحديثة مثل الزراعة بدون تربة، الزراعة المائية، مثل إدخال منظومات الري الحديثة والاستغناء عن منظومات الري التقليدية مثل الغمر وغيره اللي فيها هادر كبير جدا للمياه، هذه لأن تمكننا من زيادة الإنتاج باستخدام موارد أقل سواء كان في الأرض أو في المياه، وبالضرورة أن نتجه هذا الاتجاه وإلا سنقع في مطب عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي لهذه الدول. الفرص كبيرة جدا للقطاع الخاص أن يستثمر في هذا المجال، المطلوب من الحكومات توفير البيئة والمناخ اللازم للقطاع الخاص ليستثمر أكثر في موضوع التقنيات الحديثة والابتكارات خصوصا في مجال الزراعة ومنظومات الري وما يتعلق بالإنتاج الغذائي والتصنيع الغذائي. كويس. طيب الاعتماد على التكنولوجيا إلى أي مدى، أو الطرق المبتكرة في عملية الزراعة إلى أي مدى، في نماذج مطبقة في دول العالم يمكن الاسترشاد بها؟ لأن احنا يعني مثلا في موضوع الري الحديث مصر قطعت شوط كبير في هذا الأمر بالفعل، وبرضو أحب أسمع من حضرتك شايف إزاي التطور في هذا الإطار. أنا أقول لك على أرض الواقع اللي استفادوا من استخدام التقنية، لأن التقنية مكلفة جدا في رأس المال وإن كانت لها عائد كبير جدا في الأرباح على المدى المتوسط والبعيد، هم أصحاب الشركات المتوسطة والكبرى. نعم. 80% من غذاء اليوم في العالم ينتج من صغار المزارعين. صحيح. وهم الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، وهم مهددين أكل، وهم الأقل قدرة على الاستثمار الصمود فيما يتعلق بالصمود وأيضا الاستثمار فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة. فآليات التمويل فيما يتعلق بالري واستخدام التقنية مهمة جدا لدعم صغار المزارعين. كل المتوسطي الدخل والشركات المتوسطة والشركات الكبرى لها الكثير من المداخيل، وبالتالي بإمكانها أن تصمد أكثر وبإمكانها أن تستمر في الإنفاق على التقنية واستخدام على الابتكارات الجديدة. هذا ليس متاح لصغار المزارعين ويتطلب مجهود أكبر من الحكومات ومن الممولين الدوليين لدعم صغار المزارعين في هذا الجانب، وإلا سنفقد جزء كبير جدا اللي يفوق 75% تقريبا من إنتاج الغذاء حاليا يأتي من صغار المزارعين. 75% من إنتاج الغذاء بيأتي منهم من صغار المزارعين. إيه التأديرات؟ لأن إحنا لو بنتكلم على أن إحنا من 61 العالم فقد 21%، وكان تحدي تغير المناخ لم يتفاقم بهذا القدر، وحتى التعداد السكاني معدلات الزيادة في الدول النامية ما كانتش بالشكل ده. تقديرات حضراتكم من هنا ل 2030 ممكن نفقد قد ايه اكتر من الرقعه الزراعيه لو ما اتحركش العالم؟ الارقام الدقيقه بتشير الى انه جزء كبير جدا من هذه الاراضي سيفقد، واحنا نجد الان ليس الفقد فقط في الموارد، هناك المدخول نفسه على مستوى صغار المزارعين والاتجاه الى اسباب او وسائل رزق اخرى وكسب للعيش اخرى غير الزراعه، لانه الزراعه في حد ذاتها اصبحت غير مثمره بالنسبه للمزارعين، وهذا طبعا يؤثر على قطاع الزراعه بشكل كبير جدا. فهناك الكثير من المهدور والكثير من الاراضي التي لا تستثمر ولا تستطلع بشكل جيد، وربما ايضا تترك في مجال الزراعه. لا ننسى ان هناك عامل اجتماعي جدا مهم جدا، انه جيل الشباب ايضا هناك نوع من العزوف على ممارسة مهنة الزراعة. وبالتالي إدخال التقنية في هذه المهنة هو عامل جد للشباب للمشاركة في قطاع الزراعة من جديد، لأنه قطاع الزراعة في بلداننا وخصوصا في مصر وفي أغلب البلدان المنطقة الأفريقية والعربية هو قطاع موروث الأصل. فتجد الفلاح ورث الأرض من والده ومن جده، فهناك تركيبة اجتماعية. بس في عصرنا اليوم شباب اليوم هناك عزوف كبير جدا من الشباب للدخول في قطاع الزراعة والعمل كمزارعين، ما لم تدخل بعض التقنيات الحديثة التي تعطي لهذا القطاع نوع من الخصوصية ونوع من القيمة العلمية
قد يفقد ايضا المزارعين الصغار المزارعين الموجودين حاليا، وبالتالي يعود على اهمال الارض الموجوده. بالرغم من تحدي تغير المناخ اللي ممكن يكون بعض المزارعين في مصر على سبيل المثال مش على درايه بالقضيه بحجم كبير، صحيح. انما حضرتك قلت ان هم استطاعوا ان يتاقلموا او يعيدوا ترتيب اوراقهم مره اخرى مع التحدي اللي شافوه الاعوام الماضيه في التغيرات اللي حصلت في درجات الحراره، الى اي مدى حضرتك لمس بالفعل ان ده حصل؟ في جزء مهم جدا، يعني احنا مثلا في منظمه الفاو شغالين مع وزاره الزراعه في منطقه شمال الدلتا على المناطق اللي يحصل فيها نزوح لمياه البحر على المناطق الزراعيه، تداخل مياه البحر مع المناطق الزراعيه وصل الى اكثر من حوالي كيلومتر من مناطق الساحل، وبالتالي اصبحت في اندثار القدره لقدره هذه الارض على الانتاج. اصبحنا الان نقدم للمزارعين نماذج جديده من المحاصيل الزراعيه المقاومه للملوح، وبالتالي بالامكان الاستمرار في الزراعه في هذه المنطقه، واصبح في تكيف من المزارعين على استقبال وقبول انماط جديده من الزراعه، سواء كان في اليات استخدام الاسمده وفي اليات استخدام الري المركز مثل التنقيط والحقن بدل من اليات الغمر، فاصبح هناك قبول كبير جدا خصوصا مع وجود النتائج. في الفاو نقوم بعمل متميز يسمى مدارس المزارعين الحقليه. نعم. فارمر فيلد سكولز. مدارس المزارعين الحقليه كل مجموعه من المزارعين في منطقه معينه تجتمع في مدرسه ويكون معها خبير من منظمه الفاو يتم تدريبها بشكل جيد، يتشاور الفلاحين في ايجاد حلول وابتكارات من داخل المنطقه نفسها. هايل. ويتم تجربتها من خلال مزارع المزارعين والاستفاده من خبره المزارعين من بعضهم البعض وتنفيذها بشكل عملي وسريع. وهناك قبول كبير جدا، احنا لاحظنا هذا في مدارس المزارع الحقليه لمزارعين الحقليه لمكافحه دوده الحشد الخريفيه في مناطق محافظات اسوان والاقصر، وكذلك في منطقه كفر الشيخ فيما يتعلق في تداخل مياه البحر مع الاراضي الزراعيه واستفاده المزارعين من تجاربهم ونقل الخبره من بعضهم لبعض. نعم، طيب دي تجربه متميزه ويعني اتمنى توسيع الاستفاده منها. تجربه الزراعه بطرق مبتكره اللي حضرتك تفضلت ببعض النماذج بشانها في مستهل حديثنا، الى اي مدى يمكن تطبيقها ايضا على مستوى موسع في مصر؟ انا حذكر جزء من النقاش كان مع معالي وزير الموارد المائيه والري في اسبوع القاهره للمياه من حوالي اسبوعين او ثلاثه في الفتره الماضيه. كنا نتكلم هل يمكن استخدام مياه المياه المحلاه من البحر في الزراعه؟ نعم. اي اقتصادي يقول هذا غير ممكن، ليه؟ لانه تكلفه انتاج المتر مكعب بالتحليه حوالي نصف دولار. العمليه ليست بالمنظور المسلم بهذا الشكل وانما بالمنظور الاقتصادي، اذا كان متر مكعب من المياه ممكن ان ينتج أكثر من 2 أو 3 دولار يبقى في معادلة اقتصادية ناجحة، وبالإمكان استخدام تحلية مياه البحر لغرض الزراعة. الزراعة المائية على سبيل المثال وهي سموها الزراعة بدون تربة، هي زراعة داخل صوبة زجاجية ويتم رصف قنوات مائية وتغرس تقريبا كل الخضروات، كل المحاصيل البستانية كلها بالكامل تقريبا يمكن أن تزرع داخل الصوبات وليست بحاجة لأرض، ممكن تكون الأرض صلبة وتكون هذه الزراعة وهي زراعة كمية الماء فيها محصورة لأنك أنت بتعبي خزانات بحجم معين، وهذه المياه تخلط بنسب ثابتة من الأسمدة وهي عضوية وتدور هذه المياه داخل المنظومة ويعاد استخدامها مرة أخرى. إذا فاستهلاك الماء بيكون أقل. أقل ما يمكن بحجم كبير جدا، يعني ممكن خزان 2000 لتر بيشغل الصوبة بالكامل لأشهر. ومعدلات الإنتاجية. معدلات الإنتاجية عالية جدا. عالية جدا لأن المياه مركزة، المياه تضخ في جذور النباتات مباشرة والجذور مغمورة في المياه بدون تربة. نعم. وهذا من الآليات الزراعة الحديثة اللي يجد المزارعين التقليديين صعوبة في قبولها. وبالتالي احنا نستهدف بالتشارك مع احد اصحاب القطاع الخاص المطورين لهذه التقنية انه الفاو تنشئ بعض المراكز التدريب في هذه الزراعة الحديثة تسمى الزراعة المائية. مهم. وهي زراعة يمكن حتى لأصحاب المدن القيام بها على مساحة من الأرض في المدينة لأنه ليست بحاجة إلى أرض زراعية وإنما تحتاج إلى كم محدد من الماء، فيها جانب علمي كبير جدا لأنه المزارع يتعلم جزء من مبادئ الكيمياء في خلط الأسمدة بنسب ثابتة وأجهزة قياس بسيطة
يتم تدريبهم عليها وقياس الملوحة والحموضة في المياه ومراقبة الإنتاج بشكل جيد، إنما إنتاجيتها عالية جدا، مداخيلها كبيرة جدا، ويمكن أن تسترجع مصاريف رأس المال في فترة وجيزة، وهناك تجارب ناجحة كبيرة جدا على مستوى العالم، بل أن دورات الإنتاج أيضا لا ترتبط بمواسم معينة، يمكن أن تزيد كمية الإنتاج بشكل سريع جدا، وهو يعتبر إنتاج عضوي كامل، فبيكون في تحكم في درجات الحرارة. هي أصلا زراعة متحكم فيها، هي زراعة في بيئة متحكمة، فيتم التحكم في الظروف. يعني دكتور عبد الحكيم، هنقدر نزرع مانجا في الشتاء يعني؟ لهذه الدرجة؟ لا، نزرع مانجا في الشتاء. سعداء جدا بلقاء حضرتك معانا، ويعني طمنتنا انه بالرغم من تعاظم حجم التحدي الا ان هناك في على الجانب الاخر فرص كبيره، ابتكارات تساعد على مواجهه هذا التحدي. لا ننسى الانسان بطبيعته ابتكاري، صحيح، والانسان دائما يبحث على حلول بديله. انا متاكد اليوم، وتكلمت على مدارس المزارعين الحقليه، المزارعين عندما يتم جمعهم تحت سقف واحد وتبادل الخبرات، نجد هناك مدارس عظيمة في التجربة اللي قام بها كثير من المزارعين اللي ربما يكونوا أميين ونجحت وتم تقييمها علميا والاستفادة منها لباقي المزارعين في المنطقة. فهناك الكثير من الحلول الابتكارية تأتي من الإنسان مع الضغوطات الحالية، فهناك دائما بريق أمل يا رب دائما الله. وإن شاء الله عشان كده التعاون من خلال حضراتكم منظمة الفاو مع المزارعين في مصر ده بيبقى مهم جدا عشان الأفكار تلتقي ونطلع بأفضل النماذج اللي تساعد على مجابهة هذا التحدي الذي نعيشه الآن اللي هو تغير المناخ. شكرك شكرا جزيلا. شكرا. دكتور عبد الحكيم الوعر، المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا لمنظمه الاغذيه والزراعه بالامم المتحده. شكرا جزيلا فندم، شرفتنا. شكرا لكم.